أختي العزيزة قبل يباس الرياق وقبل الحسايف دنيا تشحذريها. المجتمع صاير مثل وضع العراق مشاكله ما حد قدر يحتويها، فعشان ما يلحق هدب عين شرهاق عينش من عيون الفتن سكريها، ولا تتركين القلب في دين الأشواق ومشاعرش اللي يجمحت اكبحيها، ولا تامنين الكل فاسد وبواق ونصيحة العاقل لجات اسمعيها، اللي رقيقه كانها خبزة رقاق بتنكسر بدنات حاجة تجيها، واللي تحب الوصل وتخاف الفراق وما تستحي ولا تقدر ذويها لا تعيش دور الحب وتقول عشاق وسوالف العشاق فيها وفيها قولولها ترتاح لا تتعب الساق، ولا تحسبنا ميتين عليها. البنت ذا منها تحلت بالأخلاق بندور رضاها ونطلب يديها، أم العطور اللي بمحلات الأسواق نرش منها بس ما نشتريها.